أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال كلمة ألقاها بمناسبة موسم حج هذا العام أنه نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، فقد تم رفع عدد حجاج الموسم هذا العام ليكون 1 مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الحجاج وصحتهم. وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالجهود الضخمة التي يبذلها العاملون في كافة القطاعات لإنجاح موسم الحج. إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، رفعنا عدد الحجاج موسم هذا العام ليكون 1 مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية حرصا على سلامة الحجاج وعناية بصحتهم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وبارك للمسلمين عيدهم، ووفقنا الله وإياكم لكل خير.